صباح الخير، كي صبحتو؟ لاباس؟ بخير الحمد لله يا ربي. ان شاء الله تكونوا بخير على خير، صحه جيده ان شاء الله يا ربي. نتمنى غير الخير ان شاء الله يا ربي. ولا لي واش راح ندير؟ اي كارتوش انت دوك نقول لكم واش راح ندير. صح هنايا حندير مقرطفه، هي تريده ندير فيها. وهنا انا حندير المسفوف، دوك نفور الجبانه المسفوف والتريده. هاني فورتها ورشيتها، دوك نغطيهم مازال الحال. فوالا، وهنايا هاي يطيب المرقة تاع التريدة. فوالا يطيب المرقة تاع التريدة، هاي تتجمر غير بالعقل. بصلو توم وعكري وحمص ولي شي لي سيبيس سيتو، ونخلوها تتجمر غير بالعقل. فوالا خلوها. هنا دوك نفور غير الجلبانه، دوك يجيب الجلبانه نفور الجلبانه ونفطروا خير على خير. فوالا عطيت لهم لي فيه، ان شاء الله كي نكمل نوريكم الفطونه تاع اليوم. دوك ندير لها شويه زبده، هذه التريده نفورها خطره وسنه، نفورها خطره باسكو الدوزيام تزيد تطيب في الطنجره، تطبكبك في الطنجره وابتيفو وتطيب باسكو رقيقه بزاف. هذه شوفوا شحال رقيقه. سكيفي دوك ندير لها شويه زبده، هذه بور دو تراديسيونيل، هذيك نشري انا توجور هذيك للطعام ولا حاجه للعجين نعميتو توجور نشري هاد الزبده. فوالا كنكمل انايا كمل لافيسيل تاعي. سكيفي هذه دوك راني درت لها شويه زبده ونغطيهم. كي قريب الفطور نعاود نديرها في الطنجره، نصفي اللحم والحميصه ونحطها في زيت تبكبك في الاخر، ونوريها لكم كيفاش طابت. ونصف باسكو حنا نص ياكل هكا ونص ياكل هكا، ماشي كامل ياكلوا كيف كيف. شوف هنا كاين اللي تحب هذه، كاين اللي تحب هذه، كاين اللي تحب هذه، كل واحد كيفاش ياكل. هنايا غير صغو والله تجي تاع دركا ما فهمتش شي غير كومبري. فوالا هنا نقلي في فوالا المرقه تاع القرطفه، تري كيقولوا لها القرطفه كاين يقولوا لها تريده. فوالا نخلوها تطيب بالعقل، نكملوا شغلنا. اليوم السبت البرد زق ما كانش، نخلوها. فوالا ما نقولكم اتو تالوغ لي في، ان شاء الله نتلاقاو من بعد نكملوا طيابنا وفطورنا. ان شاء الله تفطروا كامل معايا. هيا فوالا ها هي من قرطفة تاعي اللي طابت. فوالا بلبن فوالا، ونمس الطعام راهو طاب، مازال غير جلبانة هاي تفور. فوالا جلبانة راهي تفور، خلوها تفور مليح ونديرو جلبانة بالطعام واللبن. فوالا بو ويكاند، ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع التريدة المقرطفة، كل واحد كيفاش يسميها. صح فطوركم. فوالا ها هو المسفوف كيما راكو تشوفو فيه، جا هايل المسفوف تاعي تاع اليوم. فوالا بقاو على خير وصحة فطوركم، تهلاو في ربكم.